لغز يحير الأطباء في الأرجنتين، فشخصان توفيا وآخرون أصيبوا بالتهاب رئوي حاد وصفوه حتى الآن بمجهول المصدر. الأشخاص المصابون هم مريضة وخمسة من مقدمي الرعاية الصحية يعملون جميعا في نفس وحدة العناية المركزة في مستشفى شمال غربي البلاد، وجميع هؤلاء يشتركون في أن لديهم حالة تنفسية حادة مع التهاب رئوي ثنائي. وما يحير العلماء أنهم لم يكتشفوا حتى الآن سبب هذا المرض، حيث أجروا الكثير من الاختبارات على المصابين، من بينها فحوص كورونا والرشح والإنفلونزا وفيروس هانتا وخمسة وعشرون جرثومة أخرى، لكن جميع الفحوص جاءت سلبية. وزير الصحة الأرجنتيني قال إن الإصابات قد تكون ناجمة عن عدوى معينة، لكن في الوقت نفسه فإن الأطباء لم يستبعدوا نهائياً إمكانية أن تكون ناجمة عن تسمم ما، والتحليلات جارية بشكل خاص على المياه وأنظمة تكييف الهواء. والأمر الإيجابي في هذا المرض أنه لم تسجل أي إصابة جديدة منذ 22 من أغسطس، بما في ذلك بين المخالطين الوثيقي الصلة بهؤلاء المرضى. وأكدت السلطات الأرجنتينية أن الوضع تحت السيطرة، مشيرة إلى أن عينات من المرضى أرسلت إلى المختبر المرجعي الوطني في العاصمة لإخضاعها لمزيد من التحاليل، مشيرة إلى أن نتائج هذه الاختبارات ستظهر بحلول نهاية الأسبوع.